مساء الخير عليكم. اليوم أنا موجود بمختبر الحقيل المركزي للتحاليل الجينية الوراثية. طبعا هذا المركز أو هذا المختبر هو الوحيد في المنطقة الشرقية. خلينا ناخذكم في جولة نتعرف على الخدمات اللي يقدم. طبعا احنا متواجدين بمجمع الحقيل الطبي الرقمي اللي موجود بالخبر بحي اليرموك. أنا الاستشاري الدكتور مروان موقع، المدير الطبي لمركز الحقيل. أهلا وسهلا. مجمع عيادات أكاديمية الحقيل التخصصي الرقمي بالخبر، مجمع رقمي نوعي متكامل، فيه خدمات كلها، فيه الأسنان إضافة إلى زراعة الأسنان والتقويم والجراحة التقويمية للفكين، فيه مركز علاج أمراض البدانة والسمنة وجراحة المناظير، فيه أيضا الجراحة التجميلية وأمراض أيضا التجميل النسائي، ليس فقط تجميل الجسم، تجميل نسائي، وأيضا في مركز علاج العقم وأطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب تحت إدارة الاستشارية الدكتورة سهام العقم. أخرا من حوالي السنة تم دعم مركز علاج العقم من خلال افتتاح مختبر التحاليل الجينية الوراثية اللي بيقدم خدمات نوعية ومتخصصة وتكاد تكون لأول مرة في المنطقة الشرقية وفي المملكة العربية السعودية. معنا أخصائي المختبر أحمد الداود، يعطيك العافية. الله يعافيك سلام. خبرنا أستاذ أحمد عن الخدمات اللي يقدمها المركز. خدمات المركز تتمثل في الفحص الوراثي الشامل، مثلا العائلة عندهم مرض وراثي، خلل معين ما يعرفوا إيش السبب، فنعمل الفحص الوراثي الشامل اللي هو فحص التسلسل الجيني للخريطة الوراثية للشخص. إذا عرفنا الطفرة الوراثية في هذا ممكن يفحص، هذا يكون مفتاح للعائلة كلها لمعرفة اللي هو الطفرة الوراثية المؤثرة في العائلة، بالإضافة إلى تشخيص جميع الأمراض الوراثية اللي معروفة في العوائل. مثلا اللي عندهم سيكلس الأنيميا، واحد يعرف أنه عندهم في العائلة بس ما يدري هو مصاب ولا حامل، فممكن إحنا نعمل له الفحص الوراثي اللي هو المحدد، نسميه تارجت ميوتيشن، فنروح لها مباشرة. الآن على سبيل المثال عندنا الأطفال الأنابيب، هل بالإمكان من الخدمات الموجودة عندكم أن إحنا نختبر هذه الأجنة قبل إرجاعها ونتفادى أي أمراض مستقبلية؟ نعم، هو الأساس اللي يتميز فيه المختبر هنا بعد تشخيص الأمراض عند العائلة يتم عمل الأطفال الأنابيب و تشخيص الأمراض الوراثية لكل جنين قبل إرجاعه إلى رحم الأم. بالإضافة إلى هذا الفحص للأجنة تفحص صحة الجنين عن طريق فحص الخمسة كروموزومات الرئيسية المسؤولة عن الأمراض في العالم الشائعة اللي هو داون وبتاو وإدوارد، متلازمة داون، متلازمة بتاو، متلازمة إدوارد، وتحديد جنس الجنين. بالإمكان تحديد جنس الجنين عن طريق التقنية هذه. طبعا في مركز الحقيل انت شايف نستخدم احدث التقنيات واحدث الاجهزة، على سبيل المثال هذا الجهاز اللي نفحص فيه سواء الاجنة او غير الاجنة، بس للاجنة مثلا نفحص الخمسة كروموزومات بالاضافة الى 46 كروموزوم للجنين. في بعض العوائل تحتاج تفحص خمسة كروموزومات فقط، بس في بعض الحالات يكونوا خصوصا اللي عندهم ريكيرنت ابورشن، اسقاط دائم، يحتاج يفحصوا ال 46 كروموزوم. بواسطه الجهاز هذا التحليل التسلسلي للكروموزومات نعمل الفحص لهم ويترجع الجنين السليم لل 46 كروموزوم او للخمسه كروموزومات اللي تكلمنا عنهم بما فيهم تحديد جنس الجنين. وهذه كانت جولتنا في مركز الحقيل، طبعا مركز متكامل لعلاج العقم. أي استفسار عندكم بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل بإمكانكم تتواصلون معاهم لأي استفسار.